ثم مصنف فرغ من هذه الأمور مبتلات الصلاة مبيح الفطر كذا كذا ثم يبين يعني مندوبات الصوم هذا الذي يقول فيما بعد وسن لصائم رمضان وغيره أي صائم كان إما صائم رمضان أو صائم كفارة أو صائم نذر أو صائم صوم مندوب من اثنين والخميس أو عاشوراء أو نصف شعبان وهكذا أو أيام البيض أي صوم كان ماذا يسن تسحر وتعجيل فطر وبتمر فماء وغسل عن جنابة قبل فجر هكذا أمور مندوبة تسحر وتأخيره تسحر يعني تناول السحور هذا هو التسحر ما يؤكل وقت السحر فيما بعد سيبين يعني وقته وقت التسحر وتأخيره تأخير التسحر أيضا مندوب سنة إلى متى تأخير ما لم يقع في شك في شك أي شيء هل طلع الفجر أو لم يطلع الفجر هكذا لو شك فترك التسحر أو لا مثلا رجل استيقظ متأخرا إذن هو شك هل طلع الفجر أو لم يطلع الفجر فإذن ترك التسحر أو لا نعم لا يسن التسحر في ذلك الوقت سنة تسحر وتأخيره ما لم يقع في شك هكذا لو وقع في شك فتركه أولى نعم تأخير ما هو الأفضل في التأخير كما ورد في الحديث أن يفعله إذا بقي بينه وبين الفجر 50 آية للاتباع يكون بين الفجر وبين التسحر وقت قراءة 50 آية هذا مقدر بعشرين دقيقة تقريبا قبل الفجر يقع هكذا ثم وكونه على تمر لخبر فيه وكذلك التسحر لو كان بتمر هو أفضل تمر الأفضل منه الرطب لو لم يوجد الرطب فالتمر نعم لخبر فيه يعني في التمر لو كان بثلاثة من التمور فهو أحسن ويحصل ولو بجرعة ماء ولو بجرعة ماء يحصل أي شيء التسحر يحصل ولو بجرعة ماء ويدخل وقته بنصف الليل لو انتصف الليل دخل وقت التسحر فإذا لو أكل طعاما تناول طعاما قبل انتصاف الليل لا يعتبر هذا سحورا فإذن هذا عبادة سنة التسحر فينبغي أن يتناول بنية التسحر وإلا لا يثاب عليه لا يكفي أن يتناول طعاما في هذا الوقت مطلقا بل ينبغي أن يتناول هذا السحور بنية التسحر نعم ثم ويدخل وقته بنصف الليل وحكمته التقوي أو مخالفة أهل الكتاب وجهاني هل هو التقوي على العبادة أو مخالفة أهل الكتاب يعني هم لا يتسحرون نعم هذا وجهاني ثم ليس بينهما يعني تعارض لأجل ذلك يمكن كلاهما
والذي يتجه أنها في حق من يتقوى به التقوي وفي حق غيره مخالفتهم. وبه يرد قول جم من متقدمين إنما يسن لمن يرجو وسن تطيب وقت سحر، وهذا أيضا من مسنونات الصوم في رمضان وفي غيره مطلقا. وقت السحر يتطيب للصائم خاصا ولغير الصائم أيضا، هذا تطيب سنة عند السحر. نعم. وسن تعجيل فطر إذا تيقن الغروب، من مسنونات الصوم هذا تعجيل الفطر، لكن ينبغي أن يكون هذا بعد تيقن الغروب. كيف يتيقن الغروب؟ بإمساك في شيء من الليل كما سبق. هذا إمساك واجب في شيء من الليل. لماذا؟ لأن يتيقن هذا الغروب، لأن يتيقن تمام الصوم. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، هكذا القاعدة. لأجل ذلك يجب أن يمسك لحظة بعد ذلك يفطر. ويعرف أن هذا الغروب كيف يتيقن، يبين علامات الغروب. يعرف أن الغروب يعرف في العمران والصحراء التي بها جبال. العمران يعني هذا البنيان، هذا مكان هناك أبنية موجودة، وكذلك صحراء أيضا، لكن في هذه الصحراء توجد جبال. كيف يعرف الغروب؟ بزوال الشعاع من أعالي الحيطان والجبال، فينظر إلى فوق أو إلى أعالي هذه المباني والحيطان وكذلك أعلى الجبال. لو زال الشعاع، شعاع الشمس، علم الغروب، يعرف الغروب بعد ذلك يتعجل. نعم. ثم وتقديمه على الصلاة إن لم يخش من تعجيله فوات الجماعة أو تكبيرة الإحرام، هذا سنة أخرى. تعجيل الفطر سنة، وكذلك تقديمه على الصلاة يعني صلاة المغرب تقديم أيضا سنة. إن لم يخشى من تعجيله فوات الجماعة، ممكن لو ذهب يفطر تفوت الجماعة أو تفوت تكبيرة الإحرام عندئذ، ويؤخر هذا الإفطار عن الصلاة. كيف هكذا يقع؟ ممكن وانتبه إلى غروب الشمس حتى وجد الإمام محرما هو يكبر للإحرام، عندئذ هو انتبه إلى الغروب. فإذا لو ذهب يفطر ولو بتمرة أو بجرعة ماء تفوته تكبيرة الإحرام، أو يعني هو انتبه إلى الغروب وتيقن الغروب عند جلوس الإمام للتشهد، فإذا لو ذهب يفطر بجرعة ماء أو بتمرة ممكن تفوته الجماعة، فإذا هو يترك الإفطار ويلتحق يشارك في الجماعة يصلي بعد ذلك يفطر. نعم. هكذا الفطر يعني هذا الإفطار الصوم فقط، ليس يعني الأكل، العشاء ليس الفطر يعني معنى آخر، هذا العشاء وهذا كما سيأتي هناك في مسألة أخرى، أما هنا هذا فقط. إذن هذا بعد تيقن الغروب،
خرج به لأنه باجتهاد. وقال يعني إذا تيقن الغروب أي يعجل الفطر. فإذا هذا اجتهد الغروب هكذا يعني نظر في العمران والسحارة وهكذا نظر زال الشعاع أو يعني هو حسب الوقت باعتبار الحساب وعلم النجم تنجيم هكذا هو اجتهد. فإذا لن الغروب فإذا هل يعجل الفطرة؟ لا يعجل الفطرة فلا يسن تعجيل الفطر به عند اللن لا يسن تعجيل الفطر بل هذا تعجيل الفطر متى يكون بعد تيقن الغروب فقط ولنه بالاجتهاد وشك لا يسن ولنه بالاجتهاد وشكه فيحرم بهما. نعم لا يسن تعجيل الفطر به ولنه بالاجتهاد او شكه عندئذ يحرم كما مر ذلك مغني ويعاب. نعم ما كذلك ذكر في النهاية ومحل الندب إذا تحقق الغروب أو لأنه بأمارة لو كان عند الشك يحرم أما عند اللن هل يحرم أو لا يحرم به خلاف الراجح أنه لا يحرم ثم فإذا عندنا يسمع الأذان لو كان هذا المؤذن يوثق به فيحصل به هذا التيقن عندئذ ويعجل الفطرة لكن بعد هينة لحظة حتى يتيقن. أما في ابتداء الأذان يكون اللن فقط ثم وكونه بتمر فماء وهكذا هنا ترتيب وكذلك في التسحر أيضا ذكرنا هذا كونه على التمر ثم التمر لو كان بثلاث وهذه الأمور للكمال للأكمل أما غيره أيضا يحصل به أصل السنة. نعم مع وجود التمر لو أفطر واحد بالماء لا يحصل له أصل السنة لكن لو كان التمر هو أفضل من الماء وكذلك الرطب أفضل من التمر أيضا وكونه كون الإفطار بتمر للأمر به والأكمل أن يكون بثلاث ثم فإن لم يجده متى لم يجده على إرادة الفطر فحلى حسوات ماء حسوات يعني حسى حسوة يقال يعني ملأ فمه بماء فإذا ملء الفم يأخذ ماء هكذا يعني ثلاث جرعات من ماء حسوات جرعات ولو من زمزم هذا لماذا قال ولو من زمزم هذا للرد على قائل بأن ماء زمزم يقدم على التمر هكذا قال لكن ماء زمزم لا يقدم على التمر هنا بل يؤخر عن التمر ماء زمزم هنا بمنزلة سائر المياه. نعم فلو تعارض التعجيل على الماء والتأخير على التمر يعني هذا تعجيل الفطر بعد تيقن الغروب عندئذ ليس عنده إلا الماء لا يوجد تمر ولا رطب لو أخر مثلا بعد ذلك بمدة رجل يأتي أو يحضر هذا التمر لو أخر يستطيع أن يفطر على التمر ماذا يقدم قدم الأول يعني وهو يعجل الفطر على الماء لا ينتظر التمر فيما استظهره شيخنا. وقال أيضا يظهر في التمر قاع
خاويت شبهته وما إن خفت شبهته هكذا عنده شيئان التمر والرطب عنده ماء أيضا لكن في هذا التمر والرطب شبهة قوية شبهة بحرام قوية أما في الماء شبهة خفية أو يعني معدومة الشبهة هذا الماء معدومة الشبهة ماذا يقدم أن الماء أفضل يعني هذا الشبهة الخفيفة الماء هو أفضل فإذن في هذه الحالة يفضل الماء يكون الماء أفضل بسبب عارض هذا الذي بين قال الشيخان لا شيء أفضل بعد التمر غير الماء هذا قال بعض الناس يعني لو لم يوجد تمر فحلوى من حلويات أخرى هكذا قال بعض الناس إمام رياني وغيره لكن ليس كذلك بل لو لم يجد رطب فتمر ولو لم يجد تمر فماء هذا هو الترتيب وبعض قال يعني هكذا حلوى وبعض قال هذا الزبيب كلاهما سيأتي في الكتاب فقول الروياني روياني الحلوى أفضل من الماء يعني لو لم يجد تمرا فشيء من الحلويات ما فيه حلاوة هذا معنى الحلوى أفضل من الماء ضعيف هذا القول ضعيف كقول الأذرعي عنده أيضا قول آخر وهو أيضا ضعيف الزبيب أخي التمر الزبيب أخو التمر هكذا قالوا يعني الزبيب أفضل من الماء نعم ماذا الحلوى نعم نعم بالياء مقصور نعم يجب يا هنا الحلوب لكن في هنا نقل عبارة التحفة وفيه الحلوب فقول الرياني إن فقد التمر فحلوب آخر ضعيف والذرعي الزبيب أخو التمر نعم في نسختي يعني الحلوى بياء مقصور نعم أما هناك مكتوب عبارة التحفة فيه الحلوب أشد للواو الحلوب نعم يعني ثم قول الذرعي الزبيب أخو التمر فإذا لو لم يوجد تمر نعم فزبيب أفضل من الماء هكذا قال الأذرعي هذا أيضا ضعيف ردا على هذين القولين قال المصنف أول قال الشيخان المصنف نقل عن الشيخين قال لا شيء أفضل بعد التمر غير الماء ليس حلو ولا زبيب وإنما ذكره لتيسره غالبا بالمدينة نعم هذا بقية قول الأذرعي الزبيب أخي التمر وإنما ذكره من ذكر ذكر صلى الله عليه وسلم التمر لتيسره تيسر التمر غالبا بالمدينة لأجل ذلك ذكر التمر وإلا الزبيب من منزلته هكذا قال هذا بقية قولي هذا أيضا ضعيف ثم ويسن أن يقول عقب الفطر بعد الإفطار ماذا يقول اللهم لك صمت على رزقك أفطرت ويزيد من أفطر بالماء ذهب اللمع وبطلت الروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى كل هذا وارد في الأحاديث ثم هذا بخصوص الفطر وإلا لو شرب الماء هناك ذكر لشرب الماء لو تناول الطعام وهناك
ذكر للطعام وكل هذا يذكر إضافة إلى ذلك بخصوص الإفطار يذكر هذا. ثم وظاهر العبارة ظاهر هذا أن هذا الذكران ذهب اللماء وبطلت الروق وذهبت اللجر إن شاء الله خاص بمن أفطر بالماء، لا يسن هذا الذكر لمن أفطر بالتمر والرطب، لكن بعض العلماء قال بعمومه الذي في البجيرم على الإقناع أنه يقول ما ذكر وإن أفطر على غير ماء. نعم، في الترشيح قوله من أفطر بالماء ليس بقيد في سنية ذلك، بل يقوله وإن أفطر على غيرها وإن لم يكن به ظمأ اتباعا للوارد، إذ المراد حينئذ دخل وقت ذلك. نعم، ذهب الظمأ، هذا الرجل ما كان فيه ظمأ، فإذا ما معنى ذهب الظمأ؟ ذهب الظمأ المظنون في هذا الوقت فقط، ليس المحقق في هذا الوقت، هكذا يؤول. نعم، فإذا اختار بعض العلماء تعميم هذا الذكر. نعم، وسن غسل النحو جنابة قبل فجر لئلا يصل الماء إلى باطن نحو أذنه أو دبره. قال شيخنا وقضيته أن وصوله لذلك مفطر وليس عمومه مرادا كما هو ظاهر أخذا مما مر أن سبق ماء نحو المضمضة المشروعية وغسل الفم المتنجس لا يفطر لعذره، فليحمل هذا على مبالغة منهي عنها. وسن غسل النحو جنابة، النحو جنابة يعني أو عن حيض نفاس، هكذا غسل واجب قبل فجر. فإذا هذا غسل جنابة قبل فجر يغسل، أما غسل مسنون وأيضا هذا قبل الفجر. نعم، لو كان يعني تغير في جسده أراد الغسل، فإذا لو كان لو يمكن يعني هذا تقديمه عن فجر فهو يسن. نعم، لو كان الواجب تقديم الواجب عن الفجر أفضل مسنونا، فغيره غير الواجب أيضا كذلك. نعم، لئلا يصل الماء إلى باطن نحو أذنه ودبره، يعني لئلا يقع منه مفطر اعتراضا عنه هكذا. وذكر الإمام المحلي علة أخرى، ما هي؟ ليكون على طهارة من أول الصوم. وهذا تعليل الإمام المحلي لا يشكل أصلا، لأن يكون على طهارة، لأن هذا صوم عبادة، فأن يكون على طهارة من أول الصوم مطلوبة، لأجل ذلك ماذا قال؟ أن يقدم. أما هذه العلة مشكلة، لئلا يصل الماء إلى باطن نحو أذنه أو دبره، يعني حفظا عن بطلان الصوم، لكن هذا لا يبطل. قال شيخنا وقضيته، قضية هذا التعليل لئلا يصل الماء، أن وصوله لذلك وصول الماء لنحو أذنه أو دبره مفطر وليس عمومه مرادا، لا يفطر كل هذا، بل هناك تخصيص كما هو ظاهر أخذ مما مر أن سبق ماء نحو ململة المشروع أو الململة المشروع، يعني الململة بدون مبالغة، أو غسل الفم المتنجس لا يفطر الوضوء، فليحمل هذا على مبالغة منهي عنها. مبالغة في أي شيء؟ في الململة، ممكن هو يبالغ ثم مع المبالغة وصل هكذا، لكن هذه المبالغة أين يحمل؟ يحمل في الفم فقط، لكن هنا ذكر الأذن والدبرة،
فإذا في الأذن والدبر ليس هناك يعني مضمضة ولا مبالغة ولا غيره. لذلك هذا يعني التي يعني مشكلة. فإذا ما ذكر الإمام المحلي هو جيد. ثم وسنة كف نفس عن طعام فيه شبهة وكذلك وشهوة مباحة من مسموع ومبصر ومس طيب وشمه عن كل هذا يكف نفسه هذا أيضا يسن. فإذا هذا كف نفس عن طعام فيه شبهة هذا مطلوب مطلقا. أما بالنسبة إلى الصائم يتأكد هذا معناه. كذلك سنة كف نفس عن شهوة شهوة مباحة ليس فيه شبهة لأجل ذلك يتغايران. هذا شهوة مباحة شهوة بمعنى مشتهى نعم المرغوب فيه نعم. هذه مباحة من أي شيء ليس هذا موكول فقط من مسموع أو مبصر كذلك ملبوس أيضا ثم مص طيب وشمه. فإذا شم طيب أو يعني استعمال طيب للصائم يكره نعم. فإذا تركه سنة. ولو تعارضت كراهة مص الطيب للصائم ورد الطيب هذا رد الطيب يكره. لو أعطاك رجل طيبا فلا ترد هذا رده مكروها. وكذلك هذا رجل صائم فإذا أعطي طيب فإذا هذا أعطي طيب كيف أعطي يعني في جسده أو ثوبه هكذا تطيب أعطي تطيبا. فإذا ماذا يقدم فاجتناب المس أولى لأن كراهته تؤدي إلى نقصان العبادة. فإذا هو يرد طيبا احترازا عن ارتكاب كراهة مس الطيب يرد طيبا نعم. لأن مس الطيب كراهة وهذه الكراهة تؤدي إلى نقصان عبادته نعم. قال في الحلية الأولى للصائم ترك الاكتحال نعم هذا ترك الاكتحال أولى ويكره سواك بعد زوال وقبل غروب. الصائم بعد زوال يكره سواك وإن نام أو أكل كريها ناسيا ممكن هو نام بعد زوال بعد الاستيقاظ هذا تغير الفم عندئذ هل يستاكو لا يستاكو يكره السواك أو أكل كريها صائم كيف يأكل نعم يتصور يتصور أكله ناسيا نعم ناسيا أكل شيئا فيه رائحة كريهة مثل ثوم أو بصل هكذا. وقال جم لم يكره بل يسن إن تغير الفم بنحو نوم فيه خلاف لو تغير الفم بنحو نوم هل يسن أو يكره فيه خلاف. هذا بعض قال يسن وبعض قال يكره. ثم فإذا الراجح يكره على على المشهور المعتمد هكذا ذكر في العشية نعم. هذا الكتاب الحلية هذا حلية الأولياء ولا كتاب آخر؟ قال في الحلية الأولى هذا للإمام الروياني كتاب الحلية كتاب فقه كتاب فقه نعم. جزاك الله خيرا. ثم قال جم أو مما يتأكد للصائم كف اللسان عن كل محرم ككذب وغيبة ومشاتمة كل هذا حرام. فإذا لو كان هذا حرام يحرم يجب اجتنابه في كل وقت سواء كان صائما أو غيره نعم. ومع ذلك يتأكد اجتنابه للصائم لماذا؟ لأنه محبط للأجر أيضا
أما في غير وقت الصوم لا يحبط العمل لذلك لا يحرم ومع ذلك لو كان صائما يحرم وفوق الحرمة يحبط يبطل ثواب صومه أيضا لأجل ذلك يتأكد كما صرحوا به بالإحباط. نعم هذا بعض يعني الحسنات إن الحسنات يذهبن السيئات هكذا قال الله تعالى كذلك هناك بعض السيئات تبطل الحسنات أيضا منها هذا الصائم الذي اغتاب أو كذب أو شاتم تفوت تبطل تحبط أجر الصوم كما ورد في شأن الحسد الحسد يعني تأكل الحسنات كما تنبت كما تأكل النار الحطب هكذا هناك بعض السيئات كذلك كما قال الله تعالى في حق رفع الصوت عند النبي صلى الله عليه وسلم لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي هكذا أخيرا قال أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون نعم من هذا القبيل هذا ثم ودلت عليه الأخبار الصحيحة صرحوا به ودلت عليه على الإحباط الأخبار الصحيحة ونص عليه الشافعي رضي الله عنه والصحابة وأقرهم في المجموع وبه يرد بعث الأذرعي رضي الله عنه حصوله إمام أذرعي بحث أن الثواب يحصل الأجر يحصل مع الغيبة والكذب والمشاتمة هذا مردود وعليه اسم معصية وهذا بقية قول الأذرعي هو قال يحصل ثواب الصوم يكون عليه اسم هذه المعصية من غيبة كذب ماذا فعل يكون عليه هذه اسم المعصية فقط هكذا قال لكن هذا مردود وقال بعضهم يبطل أصل صومه هناك يعني الأمر شديد بعض الأئمة قالوا أن هذا يبطل صومه يعني من مبطلات الصوم هذا ارتكاب الصائم محرما أي حرام كان إما كذبا أو غيبة أو شتما أيا كان يبطل صومه فإذا هذا أمره خطير وهو قياس مذهب أحمد رضي الله عنه في الصلاة في المغصوب الصلاة في المغصوب عنده باطلة ليست بصحيحة عند الإمام أحمد قياسه هنا إذن البطلان ثم المصنف يشير إلى ما ورد في الحديث من أدب عند المشاتمة عند مشاتمة الصائم يشتمه آخر ماذا يفعل ولو شتمه أحد فليقل ولو في نفل ولو في صوم النفل ماذا يقول إني صائم مرتين أو ثلاثا في نفسه تذكيرا لها لماذا يذكر في نفسه هذا نصيحة وتذكيرا و توعية لنفسه لئلا يرد على الشاتم رجل شاتمه فإذا النفس تتوق وترغب في رد هذا الشتم فإذا لئلا ترد ماذا هو يذكر نفسه أولا يقول أنا إني صائم صائم لذلك ينصح نفسه لأن تهدأ وبلسانه كذلك هو يذكر بلسانه حيث لم يظن رياء لماذا يذكر بلسانه هذا نصيحة للشاتم لأن يخليه بدون مشاتمة وصائم لأجل ذلك هو يترك ويذهب لذلك فإن اقتصر على أحدهما فلولا بلسانه لماذا يحصل به أمران لو ذكر بلسانه ففيه تذكير لنفسه أيضا أما لو ذكر في نفسه قلبه فقط لا يكون فيه نصيحة للشاتمين ثم وسنما التعكد برمضان وغير وعشره الأخير عكد إكثار صدقة مصنف يبين بعض أنواع الحسنات والخيرات مطلوبة في رمضان بطريق التأكيد
وعشره الأخير هذا متأكد أكد إكثار صدقة والتوسعة على عيال في جميع أيام رمضان. فإذا في جميع أيام رمضان يكون هناك في البيوت أطعمة تطبخ على طريق خاص. وإذا هذا الولي يجب عليه نية أنه يوسع على العيال يثاب عليه. نعم، توصية على العيال في جميع أيام رمضان خصوصا في العشر الأخير. وإحسان كذلك يحسن إلى الأقارب، إحسان إلى الأقارب والجيران للاتباع. نعم، وأن يفطر الصائمين. هنا معنى الإفطار يعني إعطاء العشاء، لذلك هو فسر أي يعشيهم إن قدر، وإلا فعلى نحو شربة. نعم، فإذن الفطر السابق يعني تعجيل الفطر هناك ليس معناه يعني العشاء، بل هناك مجرد إفطار ولو بشربة. أما هنا إفطار الصائم يسن يتأكد بإعطائهم بطعامهم العشاء. هذا إن قدر، وهذا رجل لا يقدر على إطعام العشاء، ماذا يفعل؟ وهو يعني فعل نحو شربة، يعني يعطي شربة من ماء، أو يعني يطعم يفطر بتمرة هكذا، يعني بطعام بسيط. نعم، هكذا. ثم وإكثار تلاوة للقرآن في غير نحو الحسي. نعم، وهو يكثر تلاوة القرآن في غير نحو الحسي. الحس معناه محل قضاء الحاجة. الله بالشين حشينا بالشيننا. نعم، حشي بالشيني المعجمتنا، حش أو حش كلاهما باللم والفتح، هذا موضع قضاء الحاجة. نعم، وماذا أراد بنحوه؟ نحو يعني مكان القاذورات، مزبولة، مجزرة، هكذا مكان النجس. في هذه الأماكن لا يقرأ القرآن، بل في غير هذه الأماكن. ولو نحو طريق، لو كان هذا الغير غير نحو الحش، لو كان طريقا هو يمر في الطريق إما بالمشي أو بالسيارة، فإذن هو يقرأ ويشتغل بالقراءة في جميع الأوقات، أو في الحمام أيضا يقرأ. لو نحو طريق وحمام، والتلاوة في المصحف أفضل، هكذا ذكر في النهاية. نعم، لماذا صار القراءة في المصحف أفضل؟ لأن فيه جمع بين النظر في المصحف وبين القراءة. هذا النظر في المصحف عبادة، فإذا لو قرأ نظرا في المصحف هو يؤدي عبادتين، النظر في المصحف والقراءة، لذلك هو أفضل. ثم فهذا بالنسبة إلى غير الصلاة. أما الصلاة في الصلاة يعني له للعين وظيفة أخرى، هذا يعني أن ينظر إلى موضع سجوده. أما هذا في غير الصلاة يكون هكذا أفضل. نعم، وأفضل الأوقات للقراءة من النهار بعد الصبح، يكثر هكذا في جميع الأوقات، لكن لو أراد أن يقتصر على بعض الأوقات فالأفضل من النهار بعد صلاة الصبح. نعم، إلى طلوع الشمس، هذا يمتد إلى طلوع الشمس. نعم، ثم ومن الليل في السحر، وقت السحر، وقت السحر يعني من انتصاف الليل إلى الفجر الصادق، هذا هو السحر. نعم، فبين العشاءين، ثم بعد السحر بين المغرب والعشاء. نعم، وقراءة الليل أولى،
قراءة في الليل أو في النهار أولى؟ في الليل أولى. وينبغي أن يكون شأن القارئ التدبر، ينبغي أن يكون متدبرا في القراءة. ينبغي ما معنى يتأكد استحبابه. ثم قال أبو الليس السمرقندي رحمه الله في البستان: ينبغي للقارئ أن يختم القرآن في السنة مرتين إن لم يقدر على زيادته. وهذا الأئمة هكذا بيّنوا، يعني بكم يوم يختم قراءة القرآن، يختم عداء للحق نحو القرآن، لم يختم بهذا المقدار يكون مقصرا في أداء حق القرآن. هذا هو معنى قولهم. فإذا أبو الليث السمرقندي رحمه الله قال: يجب ينبغي أن يختم القرآن في السنة مرتين إن لم يقدر على الزيادة، فالذي يقدر على الزيادة يزيد، أن الذي يقدر على الزيادة لو لم يزد فهو أيضا مقصر. إذن لابد أن يختم ختمتين في السنة، لو لم يختم فهو أيضا مقصر. وقال أبو حنيفة رحمه الله: من قرأ القرآن في كل سنة مرتين فقد أدى حقه. هذا معنى قوله. ما معنى تأدية الحق؟ معناه هو يعلم القرآن، صار معلما للقرآن، أدى حق تعليم القرآن، وإلا لم يكن يؤدي حق تعليم القرآن. هذا معنى قول يعني أبي الليث أيضا. وقال أحمد رضي الله عنه: يكره تأخير ختمة أكثر من 40 يوما بلا عذر. فإذا لا يكفي ختمتان في السنة، بل في كل 40 يوم ينبغي أن يختم القرآن، وإلا يكره. هكذا قال الإمام أحمد رحمه الله لحديث ابن عمر. هنا ابن عمر في الترشيح ذكر لعله ابن عمرو ليس ابن عمر، يعني هذا مروي عن ابن عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو بن العاص. نعم. فإذا ينبغي أن يعتبر هذا. وإكثار عبادة في هذه أيام، يعني في رمضان يكثر العبادة، يعني يكثر سائر العبادة. واعتكاف للاتباع سيما عشر آخره. فإذا في العشر الأخير هو يكثر العبادة والاعتكاف. نعم. سيما، والمصنف يعني يبين لغته بتشديد الياء وقد تخفف سيما أو سيما. هكذا. والأفسح جر ما بعدها بالإضافة، جر ما بعدها بالإضافة. وتقديم لا عليها، وهذا أفسح تقديم لا عليها، يقال لا سيما. هذا هو. وما زائدة، وهي دالة على أن ما بعدها أولى بالحكم مما قبلها. وهي ما معنى سيما؟ هي تدل على أن ما بعدها وهو أولى بالحكم أن أي شيء عما قبلها. إذن هذا في تمام رمضان هو يكثر العبادة الاعتكاف، كذا كذا يفعل في عشر آخره، هذه أولى. فيتأكد له إكثار الثلاثة المذكورة للاتباع. ما هي؟ الصدقة والتلاوة والاعتكاف في هذا العشر الآخر. ويسن أن يمكث معتكفا إلى صلاة العيد، وأن يعتكف قبل دخول العشر.
نعم. فإذا متى يبدأ ومتى ينتهي من الاعتكاف في العباب هكذا ذكر. ينبغي لمعتكف العشر الأخير أن يدخل المسجد قبل غروب الحادي والعشرين، قبل غروب شمس الحادي والعشرين، قبل غروب شمس الحادي والعشرين، يعني هذا الشمس نهار العشرين، في آخر نهار العشرين هو يدخل، يعني قبيل المغرب هو يدخل المسجد، ويخرج منه بعد الغروب ليلة العيد، ليلة العيد يعني قبيل ليلة العيد بغروب أية شمس يأتي ليلة العيد، وهذا هو بعد ذلك يخرج. لكن ومكسه إلى أن يصلي أو أن يخرج منه إلى المصلى أولى، فهذا الذي ذكر في الكتاب يسن أن يمكث معتكفا إلى صلاة العيد. فإذن العشر الأخير يتم يعني بغروب شمس ليلة العيد، وبعد ذلك هو يستمر في الاعتكاف إلى صلاة العيد. نعم، هذا أفضل أن يعتكف قبل دخول العشر. ويتأكد إكثار العبادات المذكورة فيه في العبادة، يعني في الاعتكاف، في الاعتكاف هذا قراءة القرآن كذلك صدقة كل هذا، رجاء مصادفة ليلة القدر. لماذا هذا عشر الأواخر؟ يتأكد لأجل هذا، سيما عشر العشر آخره، إلته هذا رجاء مصادفة موافقة عباداته ليلة القدر. ما معنى ليلة القدر؟ القدر أي الحكم والفصل، ما معنى القدر؟ التقدير، الحكم والفصل، أو معناه الشرف، والعمل فيها خير من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. نعم، كما ورد في الحديث، وهي منحسرة عندنا فيه، هذا ليلة القدر منحسرة عندنا فيه، يعني في العشر الأخير، لا يكون في غيره، لا من رمضان ولا في خارج رمضان، بل عندنا هذا في العشر الأخير متأكدا. نعم، فأرجاها أوتاره، وأرجى أوتاره عند الشافعي رضي الله عنه ليلة الحادي أو الثالث والعشرين. نعم، وهكذا ردد بين حادي عشر وثالث والعشرين، حادي والعشرين وثالث والعشرين. واختار النووي رحمه الله غيره انتقالها، لا يكون في كل سنة ليلة واحدة متعينة، بل مرة ممكن حادي عشر والعشرين، حادي والعشرين أو ثالث والعشرين أو سابع والعشرين، هكذا ينتقل ينتقل. ثم وهي أفضل ليالي السنة، وصح من قام ليلة القدر إيمانا أي تصديقا بأنها حق وطاعة، هذا معنى إيمانا، بأنها حق وطاعة، احتسابا، ما معنى احتسابا؟ أي طلبا لرضا الله تعالى وثوابه، هكذا يقوم ليلة القدر، يصلي ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه، في رواية وما تأخر. ثم وروى البيهقي خبر من صلى المغرب والعشاء في جماعة حتى ينقضي شهر رمضان فقد أخذ من ليلة القدر بحل وافر، هذا صلاة المغرب وكذلك صلاة العشاء يقعان في الليلة، فإذن رجل يصلي يعني دائما في جماعة، فإذن لأجله يحصل حل وافر، وافر يعني كثير من فضل من ثواب ليلة القدر. وروي وروى أيضا يعني الإمام بيهقي من شهد العشاء الآخرة أخيرة في جماعة من رمضان فقد أدرك ليلة القدر، في كل عشاء هو يصلي جماعة جماعة فقد أدرك ليلة القدر، يجد يعني فضيلة. وشذ من زعم أنها ليلة النصف من شعبان، وبعض من الأئمة قال يعني ليس هذا منحسرا في العشر الأخير، بل ينتقل
إلى ما قبل العشيري عشر الأخير، إما يكونان في العشر الأول أو في العشر الثاني، هكذا قال. فهذا ليس يعني شاذا، بل بعض قال أن ليلة القدر ليلة النصف من شعبان، هذا قول شاذ. ثم بعده مسألة يعني الاعتكاف.